فيقرا الخبر. عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسه مع اللاعبين امبارح عقب التدريب الاخير، وده بعد انتهاء فتره الراحه السلبيه اللي حصل عليها فريقنا لمده 6 ايام بعد لقاء القمه الاخير. وكانت الجلسه منقسمه الى عده امور، منها الجانب التحفيزي للاعبين قبل المباريات المقبله في الدوري ومطالبتهم بغلق صفحه المباراه السابقه والتركيز فيما هو قادم، كما كان في جانب فني من خلال شرح برنامج التدريب والتشديد على التركيز والالتزام بكل الأمور الفنية المطلوبة في الفترة المقبلة. وضع الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون برنامج تدريبات بدنية خاصة للاعبين بداية من مران امبارح اللي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، طبعا بعد ما استأنف الفريق تدريباته بعد انتهاء الراحة اللي تم الحصول عليها. بدأ البرنامج البدني امبارح بأداء اللاعبين تدريبات الجري حول الملعب تحت قيادة البرتغالي فرناندو مدرب الأحمال، على أن تستكمل التدريبات البدنية خلال الأيام الجاية بشكل تدريجي حتى الوصول لأفضل جاهزية طبعا وفق البرنامج الموضوع، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي يوم 19 نوفمبر الجاري طبعا باستاد الإسماعيلية في إطار مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري. ولسه في الجوانب البدنية الخاصة بالفريق، قام الجهاز الفني بإجراء قياسات بدنية للاعبين خلال مران امبارح اللي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في الدوري. وتأتي القياسات دي للوقوف على حالة اللاعبين البدنية بالأرقام والإحصائيات وفقا لأحدث الأجهزة المتعاقد معها النادي في هذا الأمر. ومن المقرر عقب ظهور نتيجة القياسات الخاصة بكل لاعب سيتم عمل برامج تأهيلية لتجهيز اللاعبين. امبارح خلال تدريبات الفريق اللي اقيمت على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله بعد العوده من الراحه، اكتفى الجهاز الفني بقياده كارسيرون بالبرامج البدنيه وعدم خوض اللاعبين لاي امور فنيه او تقسيمه خططيه. كمان ركز الفرنسي كارسيرون المدير الفني خلال مران امبارح على رفع الحمل البدني للاعبين لتجهيزهم طبعا على ان يبدا النهارده بالتركيز على الجوانب الخططيه والفنيه خلال المران اللي هيقام الساعه 3 على ملعب النادي. النهارده هينتظم احمد سيد زيزو لاعب الفريق في التدريبات الجماعيه اللي هتقام الساعه 3 على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله بمقر النادي استعدادا لمواجهه الاسماعيلي المقبله في الدوري. زيزو حصل على راحه من التدريبات الجماعيه امبارح باذن من الجهاز الفني بقياده باتريس كارتيرون، وده ليه ظروف خاصه بيه، وهينتظم النهارده بشكل طبيعي وهيتم تخصيص برنامج تاهيلي خاص لتجهيزه مع زملائه استعدادا للقادم. حازم امام الظهير الايمن للفريق الجهاز الفني بقياده كارتيرون وضع له برنامج تاهيلي وتجهيزي مكثف خاص به استعدادا للفتره المقبله، خصوصا انه هيغيب عن ماتش الاسماعيلي القادم بسبب الايقاف، وطبعا ده هيكون اخر لقاء يغيب عنه حازم في فتره الايقاف دي. حازم امام بدا في اداء التدريبات التاهيليه امبارح بعد العوده من الراحه السلبيه، وده عشان يتم تجهيزه بافضل شكل لمواجهه البنك الاهلي في الجوله الخامسه من الدوري، واللي خلال المباراه دي هيكون اللاعب متاح للمشاركه طبعا بعد انتهاء فتره الايقاف. الإفواري رزاق سيسي لاعب الفريق واصل البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع ليه من قبل الجهاز الطبي بقيادة دكتور محمد أسامة بالتنسيق كمان مع المدير الفني بقيادة كارتيرون، وده من أجل تجهيزه للمشاركة في الفترة المقبلة. وأدى اللاعب بامبارح تدريبات تحت قيادة عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، وده كان موجود داخل ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بنادي الزمالك. كمان كان حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على الاطمئنان على اللاعب وطلبه بمواصلة العمل حتى يكون جاهز في أقرب وقت للمشاركة في المباريات القادمة بشكل طبيعي. نختم الأخبار الخاصة بفريقنا امبارح. كارتيرون المدير الفني للفريق كان حريص أنه يعمل جلسة خاصة مع طارق حامد لاعب وسط فريقنا من أجل تحفيزه استعدادا للفترة المقبلة ولقاء الإسماعيلي القادم. كارتيرون أكد لطارق حامد أنه هو لاعب كبير وعنده إمكانيات فنية ممتازة، وأن استبعاده الأخير من قائمة المنتخب أكيد مش تقليل من قدراته، لكن أكيد في وجهة نظر للجهاز الفني وبالتأكيد هيكون متواجد خلال الفترة المقبلة. طبعا طلبه كمان بالتركيز الشديد وعدم الانشغال بأي أمر. وأكد كمان طارق حامد على مستر كارتيرون احترامه لوجهة نظر المدير الفني للمنتخب مستر كيروش، وأن هو متواصل في أن هو يبذل قصارى جهده.